انا قعدت فتره 4 سنين مثلا ما بغنيش. كانت الفتره دي لظروف عائليه معينه، كانت وفاه اخويا وتعب والدي بعدها، ويمكن الفتره دي كان انسب حاجه اعملها هي الاعمال الدراميه، لان انا كنت فعليا ما بقدرش ابعد عن البيت. يعني كان حصل كده حالا، انا والدي كان عايش معايا، فكنت كل ما ابعد في حاجه في مش عارف ايه الاقي كارثه تحصل. فحصل لي زي ايه فوبيا كده، لان انا اوريدي لسه خارج من حادثه لاخويا ومش عارف ايه، فعارفه عندك كده خايف من الفضل، خايف من